الفيلم ديالنا كيبدا مع فرنالدو، كان خدام مدرب ديال الجيدو، وكان الصالير ديالو غير على قد الحال. في هذاك الوقت كان عايش الحياه ديال الفقر اللي كاع ما كانتش عاجبه، حيتاش من شحال هادي هو كيقلب على محسن ولكن ما لقى والو. في واحد الليله كان على برا وكان الشتا كتصب شويه، لاح الكارو ديالو في واحد الضايع. ديك الساعه ما كان عنده ما يدار، وهو يبقى تابع داك الكارو حتى طاح في واحد القادوس. هز راسه وهو يبان ليه واحد البنك سميتو ريو. هذاك البنك كان من اكبر واحسن البنوك في هذيك المدينه. فرنالدو ديك الساعه حس بهذيك المجيه ديالو ماشي صدفه، وانما اشاره لشي لعيبه. بقى كيف فكر واحد شويه مشى حل هذاك القادوس وهبط منه. ما هبط وهو يلقى القادوس عامر بالماء. بقى كيشوف مزيان وهو يلقى هذاك القادوس كيدي نيشان تحت البنكه. ديك الساعه بدا كيفكر باش يشفر البنكه من تما، حيت هذا هو الحل الوحيد اللي بقى ليه باش يحسن الوضعيه ديالو. في النهار الثاني فرناندو مشى عند واحد صاحبه سميتو سيباستيان. هاد صاحبه كان مهندس، تما قال ليه على الفكره ديالو اللي هي سرقوا البنكه. سيباستيان جاوبه وقال ليه بلي انا عارفك ذكي وما فكرتش في هاد الشيء حتى عارفش كدير، ولكن هاد الشيء براسو خاصك ليه الفلوس والماتيريال والطوموبيل. وقال ليه من احسن تشوف لي غادي يمول لك هادشي بعدا. من وراها فرنالدو مشى عند واحد صاحبو سميتو دوغ وقال لي على الخطه ديالو، وهو يطلب منه باش يكون هو الممول ديالو. دوغ جاوبو وهو يقول لي في هاد الوقيته اللي جيتيني فيها ما عنديش فيها الفلوس، وهو ينصحو باش يمشي عند واحد الشفار اوفيسيال هو اللي غادي يقدر يعاونو. نمشيو دابا عند الشفار اللي ناضي واللي الاسم ديالو ماريو. هاد ماريو كان خانس فلوس. في هاد الوقت كان جالس في الصالون ديال بنتو كيدوي معاها، وكانت باينه فيهم العلاقه ديالهم ما مزياناش. هو حاول يتصالح معاها وهو يعرض عليها باش يمشيو يتعشاو غدا مع سالا، وهو يمشي وخلى بزاف ديال الفلوس في بلاصتو باش بلا ما يحشمها ويعطيها ليها من اللي يدو ليدها. في الليل ماريو خرج باش يسرق واحد البيرو ديال المحامي، دخل الخزنه ديالو وهو يسرقها. ومني كان خارج وهو يتلاقى مع الخدامه ديال الميناج، ولكن قدر يسلك راسو وهو يقول ليها بلي انا خدام موظف هنا. ومع خرج برا عيط عليه فرنالدو اللي كان تابعو حاضر بالطوموبيل، ومني ما جاوبوش خلى ليه واحد الميساج في البواط فوكال قال فيه بلي صيفطني عندك دوغ وبلي بغيتك ضروري في العمليه ديالي. شويه جا ماريو وهو يهرج الجاج ديال الطوموبيل وشنق عليه وهو يقول ليه شكون انت، انا من قبيله وانا كنشوفك وانت حاضيني. وهو يهدو باش ما يبقاش شابع. في هذا الوقت هو ما كانش عارفه، ولكن فاش مشى للدار وهو يلقى العلبه الصوتيه من دوغ كيقول فيها بلي صيفط ليه واحد صاحبو ذكي بزاف وعنده واحد الخطه واعره، ولكن خاصو غير اللي مولها لي. في النهار الثاني دار مع فرنالدو باش يتلاقاو في القهوه. من وصل عنده وهو يقول لي اسمح لي على سوء التفاهم اللي طرا البارح. قال ليه بلي انا من ديما كنخدم غير بوحدي وما عمري ما فكرت ندير عصابه. فرنالدو قال ليه القضيه مبدله هذه المره، حيت الضربه غادي تكون صحيحه ديال بصح، وهادشي اللي غادي نديرو ضروري ما غادي تخصو فريق. وقال ليه هاد البنك اللي غادي نسرقوه غادي يخليك ما تبقاش دير هذوك العمليات الصغار، حيت الفلوس اللي غادي نسرقوه غادي تكون كبيره بزاف. من وراها مشاو بجوج تحت هذوك القوادز، وهو يوريه البلاصه ديال البنكه فين كاينه. وقال ليه البنكه مبنيه فوق منا، يعني الخزنه ديالها نقدروا نحفروا ليها غير من هنا. ديك الساعه نطلعوا ليها ونسرقوها ونخرجوا من تما. ماريو قال ليه بلي القادوس كيدوز الماء بزاف، وخصوصا الا كان الشتا. فرنالدو قال ليه غادي نبقاو حاضرين الطقس حتى نلقاو شي نهار مزيان، وتما فين غادي نضربوا الضربه ديالنا. ومن ورا ما كملوش الاجتماع ديالهم في القادوس، ماريو تفكر العشاء اللي كان داير مع بنته، مشى عندها ولكن كان وصل معطل. هكا غير في زاد تقلقش عليه وهي تدخل بيتها وسداش عليها. الغد ليه ماريو ودوغ مشاو للدار ديال فرنالدو باش يخططوا لهداك الشيء مزيان. ديك الساعه نقز ماريو وهو يقول لهم نديروا مثلا احنا حفرنا النفق، ولكن كيفاش غادي نديروا مع الاجهزه ديال الاستشعار، حيت ضروري اي بنكه كيكونوا فيها بحال هاد الاجهزه، يعني الا دخلنا غادي نحصلوا. هنا فرنالدو مشى لبس واحد اللبسه غريبه وكانوا دارين بها السلوكه، وقال لهم بلي الاجهزه ديال الاستشعار كيحسوا غير بالحراره ديال الجسم ماشي الحركه، وقال لهم بلي هاد اللبسه هي اللي غادي تغطي الحراره ديال الجسم ديالنا، وبحال هكا الاجهزه ما غادي تشد والو. ودابا ملي حلوا هاد المشكل بقاش خاصهم غير خطه باش يقدروا يدخلوا لهذيك البنكه. هنا فرنالدو دخل لهذيك البنكه عادي، وكان هاز في يده واحد الكاميرا صغيره وكيصور بها البيبان والطرقان والكاميرات وكل شيء. شويه حصلوا واحد الحارس وهو كان هاز في يده الكاميرا، دخلوه لواحد البيت وهما يقلبوا ليه الكاميرا، ولكن ما لقاو فيها حتى شي تصويره، حيتاش فرنالدو قدر يخرج منها الكارت ميموار بلا ما يشوفوه. من بعد طلبوا منه السماحه على هادشي وهما يخلوه يمشي. من وراها تجمعوا الرباعي ديالنا اللي هما فرنالدو وماريو وسيباستيان ودوغ. ومن وراها فرنالدو حط لهم المخطط ديال البنكه، ولكن كانوا شي حوايج ناقصين ضروري ما خصهم يقلبوا فيهم. من بعد خرج دوغ وهو يعبر المسافه ما بين القادوز والبنكه. والغد ليه مشاو بربعه ودخلوا القادوز وهما يبداو يحفروا. ومني جاتهم الخدمه شويه كثيره وهما يفكروا باش يزيدوا شي واحد اخر، هادشي اللي غادي يخليهم يزربوا في الحفير. هنا لقاو واحد خونا سميتو البرتو، ومن بعد بداو كيفكروا كيفاش غادي يحلوا هذيك الخزنه. ولا كانوا باغيين يفتحوا ديك الخزنه ضروري ما خاصهم يعرفوا شنو هي النوعيه ديالها. وفعلا ماريو مشى فتح واحد الحساب بنكي في واحد البنك اخرى، ومني دخلوه باش يشوف الخزنه ديالو تما بدا كيشوف في الخزنه وهو يعرف النوعيه ديالها منين مصنوعه. من وراها رجعوا هما يكملوا الحفير. وفي النهار الثاني زادوا معاهم واحد خونا اللي هو السادس. هاد خونا كان سميتو خوان، كان هو الشيفور ديالهم اللي غادي يعاونهم في الهروب. من وراها تجمعوا كاملين في الطوموبيل وكانوا كيتسناو في البرتو باش يجي. تما جا عندهم واحد البوليسي باش يتاكد من لاكارطات ديالهم. ديك الساعه جا البرتو هو مرتو وهو ينقض الموقف، وهما يقولوا
البوليسي بلي حنا كنا غير كنتسناو في صاحبنا. من بعد سولوا البرتو وهما يقولوا ليه كيفاش انت جايب معاك مرتك. هو قال لهم بلا ما تخافوا حتى هي اصلا ما عارفه والو من هادشي. من بعد كاملين دخلوا القادوس باش يكملوا الحفار. هنا تهرسات لهم واحد الاله كانوا خدامين بها، والمشكله هذيك الاله كانت غاليه بزاف. تما قال لهم ماريو بلي انا ما غاديش نعاود نحط فلوسي في شي حاجه اخرى حتى نعرف بلي فرنالدو قادر يفتح هذوك الخزنات هكا باش على الاقل يضمن فلوسه. الغد ليه مشى عنده فرنالدو وهو يقول ليه لقيت واحد الحل اللي هو واعر. قال ليه بلي اي بنكه كتكون العسه ديالها مزيره بالليل، ولكن بنهار كيكونوا الناس دايزين والقضيه مروجه هنا في كتكون الغفله. وقال ليه بلي احسن حاجه غادي نديرو هي غادي نقشحموا البنكه بنهار ونحلوا هذوك الخزنات واخا حتى البوليس غادي يكونوا. حنا هذيك الساعه غادي نهربوا من هذيك الفشحه اللي كنحفروا فيها من القادوس. في هذاك الوقت غادي نكونوا خرجنا من البنكه وحتى شي واحد ما غادي يعرفنا كيفاش درنا ليها. ماريو عجباته هذيك الفكره بزاف ومشاو كملوا التوجاد. ونهار العمليه مشى سيباستيان باش يكمل الحفره ويدخل منها، واللي بقى كل واحد باش تنكر ودخلوا البنكه عادي. ومني كل واحد شد البلاصه ديالو وهما يجبدوا الاسلحه ديالهم وبدات السرقه. واحد فيهم مشى سد الباب ديال البنكه باش يخلي غير واحد اللي محلول. الحارس ديال الامن شاف هادشي في الكاميرات. ديك الساعه خدم الجهاز ديال الامن وهما يجوا البوليس. فرنالدو شد واحد الراهنه وهو يخرج عند البوليس وبدا كيمثل عليهم ودير براسو باللي مخلول. من بعد دخل السيده وهو يهدد داك الحارس ديال الامن باش يخرج عنده، وهو يشدو وخرجوا من الباب ولاحوا عند البوليس. دار هادشي باش يقول لهم باللي هما ما باغين ياذيو حتى شي واحد. من بعد درقوا الكاميرات كاملين. في داك الوقت سيباستيان كان كمل الحفير وهو يدخل عندهم من الحفره. مشاو للحفره وهما يخرجوا واحد الاله صايبها سيباستيان، هي اللي كانت غادي تحل لهم الخزنات في مده قصيره وبكل سهوله. بداو كيحلوا كل خزنه بوحدها وكل خزنه كيخرجوا منها داكشي اللي فيها. هنا المحقق بدا كيعيط في التليفون على الحارس ديال الامن. تما جاوبوا ماريو حتى هو اللي كان عنده التليفون. ديك الساعه ماريو كان عارف كيفاش يدوي معاه، حيت فرنالدو كان عطاه واحد الكتاب ديال التفاوض واعر هو اللي غادي يخليه يعرف كيفاش يدوي مع البوليس. هنا ماريو طلب من المحقق باش ينزل البوليس اللي كانوا فوق البنكه، ولا ما دارش هادشي غادي يقتل واحد من الرهائن. وفعلا المحقق نزل البوليس من فوق البنكه وهو يسولو المحقق وقال ليه شنو هما الطلبات ديالك. ماريو قال ليه بغيتكم تجيبوا لي النائب العام شخصيا باش ندوي معاه. ومن بعد هو يطفي عليه التليفون. شويه ميغل عيط عليه وهو يقول ليه بلي النائب اللي طلبتيه ما بقى ليه والو ويوصل، ولكن قبل من هادشي بغيناك تخرج لينا رهينه باش نعرفوا حسن النيه ديالك. وفعلا ماريو قدر يخرج لهم واحد السيد كان كيتراعد وخايف غير راسه. هكا البوليس ما قدروا ياخذوا من عنده حتى شي معلومه حتى كان خايف بزاف. هو يقول لي المحقق من الاحسن تستسلموا دابا بلا ما تعرضوا شي واحد للخطر، هكا غادي يزيد يخفف عليكم الحكم. وقال لهم باللي الا تأذى شي واحد اخر هادشي غادي يكون خايب لكم بزاف. ماريو قال لي هادشي سوقي انا وانا عارف كيفاش نتعامل معاه، وهو يقطع عليه التليفون. واما سيباستيان فرنالدو كانوا خدامين كيخبوا في الخزنات. ماريو بقى كيدور ما بين الرهائن اللي كانوا في البنكه، ومن بين الرهائن كانت واحد السيده كبيره في العمر وهو يعرف باللي العيد ميلاد ديالها اليوم. ديك الساعه مشى جاب واحد الشمعه صغيره وهو يهنئها وهو يخلي هذوك الرهائن يحتفلوا معاها وفرحها بزاف. ومن بعد عطاها الساك ديالها وخلاها تخرج. في هذا الوقت هذيك الاله اللي كانوا كيحفروا بها الحراره ديالها طلعات، وكان ضروري ما خاصهم يطفوها باش يخلوها ترتاح شويه. فرنالدو عيط على ماريو وهو يقول لي ضروري ما خاصك تضيع البوليس وقتهم، هادشي بما خدمات الاله ونكملوا الخدمه ديالنا. هنا ماريو عيط على المحقق وهو يقول له يلا خرجت من الحبس تقريبا شي جوج سيمانات وما يمكنش ليا نرجع ليه، ولكن الا بغيتي نستسلم خاصك تجيب النائب العام باش ندوي معاه. المحقق ما بقى فاهم والو من هادشي وهو يقول لي صافي غير ارتاح النائب راه قريب يوصل. ومني جا النائب عاودوا عيطوا عليه ودووا معاه. هنا ماريو بدا كيمثل عليه زعما راه كيعرفوا شحال هاد، وبقى كيلوموه عارف يحتاج بسبابه تشد في الحبس. ماريو كان كيدير هادشي غير باش يلاهيهم ويعطلهم على الوقت. شويه دار فيها معصب وهو يقول لهم بلي انا صافي ما بقيتش غادي ندوي معاكم حتى يجي المحامي ديالي. المحقق قال لي شنو دير عطينا النمره ديال المحامي ديالك وحنا غادي ندوي معاه. عطاهم واحد النمره ديال الرهائن وهو يقطع عليهم. هنا الاله عاوتاني خدمات وهما يكملوا الخدمه ديالهم. في هذا الوقت النائب بدا كيعيط في النمره ديال المحامي اللي عطاها ليهم ماريو. شويه ماريو جاوب وهو يبدل الصوت ديالو وبقى كيدوي معاه على اساس هو المحامي، وهو ياخذ من عندهم العنوان باش يدوي مع ماريو ويقنعو. في هذه اللحظه عاوتاني الاله رجعت خسرات. تما فرنالدو قرر يحبسو باش بلا ما يزيدوا طمعو كثر. هنا بداو كيجمعوا داكشي اللي خرجوا في الساشيات وهما يعيطوا على ماريو باش يجي عندهم. ماريو عاوتاني عيط على المحقق وهو يقول لهم جيبوا لنا خمسه ديال البيتزا حتى طولنا هنا وفينا الجوع بزاف. في هذا الوقت الاخرين بداو كيلوحوا في الساشيات في الحفره. اما المحقق بدا كيشك وهو يسول المدير ديال البنكه وقال ليه واش كاين شي مخرج واحد اخر. المدير بدا كياكد ليه وقال ليه بلي ما كاينش شي مخرج واحد اخر. من بعد فرنالدو جمع كاع دوك الاسلحه اللي كانوا عندهم وهما يحطهم في الارض. نديروا واحد اعاده ونرجعوا للور شويه مني كانوا كيخططوا. فرنالدو كان قال لهم غادي نخدموا غير بالاسلحه ديال الالعاب هكا باش ما ناديو حتى شي واحد، وقال لهم بلي حتى الا تشدينا غادي تخفف علينا العقوبه حيت ما كانش عندنا السلاح ديال بصح. نرجعوا دابا للبنكه. ماريو كان قال الرهائن باش يبقاو في الارض وهو يعطي السلاح ديالو لفرنالدو باش حتى هو يحطه، وهو يكتب لهم في واحد الورقه وخلاها تما ومشاو. دازت واحد المده الرهائن بداو كيحسوا بلي الامور هانيه وهما يعرفوهم بلي مشاو. ديك الساعه ناضوا وهما ياخذوا التليفونات ديالهم وبداو كيعيطوا على عائلاتهم. في هذا الوقت المحقق قال رئيس القوات باش يصيفط الرجال ديالو تحت القوات
القواز حيت الشك بلي هما يقدروا يهربوا من تما، ولكن الرئيس ديال القواز قال ليه انا ما نقدرش نخاطر بالرجال ديولي. هنا شافوا العائلات ديال الرهائن كاينين برا كيقولوا بلي ولادنا عيطوا علينا في التليفون من الداخل. ديك الساعه البوليس والقواز قرروا انهم يتحركوا ويدخلوا البنكه، ومني دخلوا كان باقي غير فرنالدو وماريو في هذيك الغرفه اللي كانت فيها الحفره حيتاش كانوا كينقيو فيها. ومني دخلوا في هذيك الحفره وهما يدرقوا هذيك الحفره بالبلاكار باش يضمنوا ان البوليس ما يلقاوش الحفره دغيا وتعطلوا شويه. من بعد ركبوا في واحد الباطو صغير كانوا مصايبينه باش يتحركوا وسط المدغيا، وكانوا دايرين واحد السد صغير باش الا دخلوا البوليس ما يقدروش يوصلوا ليهم. المحقق مني دخل هذيك الغرفه حس بشي حاجه ماشي هي هذيك حيتاش البلاصه كانت نقيه بزاف على العكس ديال برا. شويه شك في البلاكار وهو يجرو ديك الساعه لقى الحفره، وهو يلقاهم كانوا معلقين واحد القنبله وسط الحفره، وهو يخاف لا يقيسها وتفرقع. ولكن مني قالوا ليه الاسلحه ديالهم كاع محقيقيه عرف باللي حتى هاد القنبله غير ديال الالعاب، ومني حيدها طلعت نيش كاع محقيقيه. ولكن ديك الساعه كان فات الفوت والعصابه كانوا هربوا. رجعوا عاد خوان اللي فتح لهم القادوس باش يطلعوا ويطلعوا معاهم الفلوس. واما المحقق مشى رجع للبنكه وهو يقرا هذيك الورقه اللي كان خلى ليه فرنالدو. كان كشف فيها بلي الاحياء الشعبيه والبلايص اللي ساكنين فيها الا ما كانش عندهم الفلوس حتى شي واحد ما يقدر يعيش. وهنا العصابه بسته بهم مشاو للمقر ديالهم، وهما حطوا هذيك الفلوس كامله فوق الطبله وبقاو كيشوفوا فيها، وشويه بداو كيصفقوا على هذاك الشيء اللي داروا. من بعد بداو كيحسبوا في هذاك الشيء باش يقسموا بيناتهم. ومني سالوا وحرقوا هذيك الطوموبيل اللي كانوا هربوا بها داس المده، وكنشوفوا كل واحد فيهم كيستمتع بالحق ديالو من السرقه. البرتو ديك الساعه كان فرح مرتو وهو يشري ليها طوموبيل، وسيباستيان فرح ولدو وشرى ليه بزاف ديال الالعاب، وماريو كان شبع بنتو كادواش باش يتصالح معاها. ولكن كيف ما نتوما عارفين الحرام ما كيدومش. فواحد النهار مرات البرتو كانت حصلت راجلها كيخونها، وباش تنتقم منه مشات عند البوليس وعلمات به، وهي تقول لهم بلي راجلي هو اللي سرق بنك ريو. البوليس مشاو شدوه، ومن قلبوا الدار ديالو هما يلقاو الفلوس. ومن تما عاودوا التحقيقات من جديد وهما يعرفوا الاعضاء ديال العصابه كاملين. بداو بخوان ومن بعد سيباستيان اللي تشد قدام مارشو ولده. واما ماريو كان جالس في الدار ديالو مع بنتو شويه وهو يسمع الصوت ديال البوليس مع طلمن الشرجم، وهو يلقاهم حاصرين الدار ديالو. تما عرفهم جايين ليه، وهو يدخل عند بنتو وسد عليها باش ما يقع عليها والو. ومن دخلوا عليه البوليس شدوه هو وبنتو، واخا قال لهم بعدوا عليها حتى هي ما دارت والو، ولكن هما متصنطوش ليه وداوهم بجوج. ومن يمشيو للكوميساريه وهما يعرفوا باللي بنتو ما عندها حتى شي علاقه بهذا الشيء، وهما يطلقوها. من بعد رجعت عنده باش تزورو، وهي تقول ليه راني درت لك محامي، وهو يقول لها ما بقيتش باغي والو، والحاجه الوحيده اللي بغيتها دابا هي تسمح لي على هذاك الشيء كامل اللي درت لك. بنتو عرفاش باللي هو كيدوز من واحد الحاله اللي هي صعيبه، ديك الساعه حنات عليه وهي تسمح ليه. في هذا الوقت فرنالدو ساق الخبر وهو يبدا يخطط باش يهرب من البلاد حتىش باقي ما شدوش. ومني كان جالس حدا الحدود وهو كيفكر في هذا الشيء، وقفوا عليه البوليس ديال الحدود، ومني قلبوه لقاو عنده بزاف ديال الفلوس وهما يشدوه. ومن ورا ما داز عام وست شهور فرنالدو قدر يخرج من الحبس، وهو يلقى ماريو كان كيتسنى فيه. ديك الساعه طلعوا في الطوموبيل وهما يمشوا بحالهم، غير باش عرفوا هذه راه كانت قصه حقيقيه، وفعلا هذه العصابه كانت سرقات 25 مليون دولار. ولكن واخا تشدوا البوليس لقاو غير 1.5 مليون ديال الدولار، وهذاك الشيء الاخر ديال الفلوس ما لقاو منه والو. واللي مهم في هذا الشيء كامل ان هذاك اللي سميتو دوغ حتى لدابا باقي ما عرفوش الهويه ديالو الحقيقيه وباقي ما شدوش. انا عارف باللي الفيلم عجبكم وعجبكم بزاف، ولكن الفيلم اللي غادي نقول لكم دابا يوتيوب كتقول باللي غادي يعجبكم، كيدوي على كيفاش قدر 70 سجين يهرب من واحد الحبس اللي معروفه عليه غير الا بغيتي تهرب منه غادي يعدموك في البلاصه. والحاجه الوحيده اللي بغيتكم تعرفوا هو ان هذا الفيلم مستوحى من احداث حقيقيه. المهم كيفاش قدروا هاد 70 سجين يهربوا من هاد الحبس، وشنا هي هاد الخطه الذكيه اللي داروا باش يقدروا يثبتوا الحراس. المهم اللي بغى الملخص ديال هاد الفيلم كامل دابا شويه غادي تطلع لكم التصويره ديالو في الجنب. ديك الساعه انت ولا انت غير وركوا على هذيك التصويره في البلاصه غادي تمشيو للفيلم نيشان. واهم حاجه من هادشي كامل هي تصليوا على الحبيب. كان معكم حمزه، تهلاو.